أهلا بكم في جولة جديدة من الصحافة العالمية اليوم الأحد 22 من سبتمبر. نستعرض فيها أهم عناوين الصحف والميديا العربية والأجنبية، ونبدأ بالنيويورك تايمز. سوق تجاري يتحول لساحة حرب، مسلح يقتل العشرات في نيروبي في هجوم إرهابي. القدس العربي، مصر حبس 80 متهما في أحداث كرداسة، وعشرات المصابين في مظاهرات مؤيدة لمرسي. هدفات بإعدام الإرهاب أثناء تشييع اللواء فراج. القدس العربي مجدداً، شقيق أوباما ينفي صلاته بالإخوان المسلمين. الجيروسالم بوست، روحاني يقول إن إيران يجب أن تحتفظ بالحق في تخصيب اليورانيوم في أي اتفاق تعقده مع الغرب. الشرق الأوسط، المعارضة السورية ترفض وساطة روحاني. الحر يسيطر على 7 قرى في ريف حلب، والمعارضة تتهم النظام بارتكاب مجزرة بحماة. وأخيراً التليجراف، مصر توقيف مزارع بسبب تجوله على حمار يحمل صورة السيسي. شكراً لمتابعتكم.